بسم الله الرحمن الرحيم، عامله لكم ايه؟ اجواء رومانسيه كده عشان هنتكلم على الوحش ده. قولوا لي مين فينا جسمها مش بيوجعها ومفاصلها تعبانه؟ وعلى فكره مش بس ال 30 وال 40 سنه، لا ده عندهم 18 سنه وتحسي ان هم ملخلخين. واعملي لي كذا يا بنتي، اه يا وستي، اه يا ظهري، اه يا ركبي، يعني الجيل كله ضايع يعني. فهنتكلم على ازاي نقدر نعمل المساج في البيت، وهنتكلم على المساج جن، على فكره سعره رخيص جدا، مش غالي خالص. ازاي نقدر نعمل المساج المنزلي وتدلعي زوجك وزوجك يدلعك؟ واللي هتقولي انا مش فاضيه للكلام ده ياسمين، جربي بس يا ست الكل وهيفرق معاكي جدا. انت لو جربتي اصلا تروحي لاي مركز من مراكز العلاج الطبيعي هتلاقيهم بيستخدموا المساج جن ده فيه، لان اصلا اللي بيعملوا دكاتره العلاج الطبيعي اللي بيعملوا المساج هم نفسهم عاوزين حد يعمل لهم مساج. فطبعا ايه دلوقتي بنستخدم ايه اجهزه اضافيه طبعا، بس الاصل المساج اللي هو المانيوال او اليدوي اللي بيجيب طبعا ايه نتائج من الاخر، لكن احنا ممكن نستخدم المساج اليدوي مع كمان المساج بالمساج جن. الجهاز ده انا جبته من تقريبا جوميا، كان سعره تقريبا 500 جنيه او اقل. طبعا هو صيني وفي منه الاصدارات بقى اللي هي ايه الفرنسي او الالماني، يعني في ب 1000 وفي ب 1000 ونص، فحسب انتوا بقى ايه ما هتلاقوه. هو انا جبته من جوميا وبرده موجود في الاماكن اللي بتبيع الحاجات اللي هي اجهزه المساج والحاجات دي، اللي هي بتعمل يعني مساج للظهر وكده. هو الجهاز بيجي بيتشحن زي ما بنشحن الموبايل بالظبط، وليه كده راس بتركبيها على حسب انت هتستخدميها لايه. فيلا بينا كده ايه نشرح. طبعا لو انت اول مره بتشوفيني على طول ومش مشتركه، اشتركي في القناه وشجعيني بلايك الفيديو، باذن الله هيعجبك ايه جدا، وتابعي فيديوهاتي كده اول بأول، ولازم تفعلي الجرس عشان توصلي الفيديوهات الجديدة يا ست الكل. هنشرح بقى على عروسة القمر بتاعتنا اللي على طول بستغلها كده في الفيديوهات عشان اشرح عليها. اول حاجة كده طبعا انت لو روحتي اي مكان بيعمل مساج هتلاقيهم بيستخدموا ده، ممكن جدا ان انت طبعا تجيبيه في البيت. يعني انا قبل ما اجيبه سألت طبعا الدكتور العلاج الطبيعي، قال لي هاتيه في البيت هيساعدك قوي ان انت تعملي لنفسك لولادك لجوزك لو انت مش حابة تيجي المركز. اهم شيء انه بيستخدم من 3 لـ5 دقايق فقط، يعني مفيش واحدة تقول تقول ايه ده انا همشيه على جسمي كله كده لمده 10 دقائق ولا ربع ساعه عشان يفك لي العضلات. اي الحاجه اللي تزيد عن حدها بتنقلب لي ضدها. استخدامه من 3 ل 5 دقائق وبنمشيه على العضله اللي متشنجه اللي متضايقه. طبعا كلنا بعد يوم عمل كده وروقتي الشقه ونظفتي وطبختي، حتى لو قعدتي تذاكري للولاد، انت بتقعدي تذاكري للولاد بتاخدي علقه، يعني انت بتديهم علقه بالشبشب وهم قاعدين وانت نفسك بتاخدي علقه ودماغك بتبقى مصدعه وكل حاجه. ممكن بعد العلقه بقى اللي بتتاخد ديت حضرتك كده ايه بنيجي، يعني مثلا رحتي مشوار وتعبانه وحصل تشنج في عضله السمانه كده، بنشغل الجهاز. هو عباره عن بيجي كده اهو، طبعا انا حاطه الراس دي بتصلح للجسم كله. بنشغل كده زي ما انتم شايفين، هو بيعمل اهتزازات، فالاهتزازات دي لما بتمشيها على العضله عايزه اقول لكم بتفك. هنمشي كده من تحت لفوق، من تحت لفوق، من تحت لفوق، من 3 لـ5 مرات، من تحت لفوق. احنا ماشيين مع اتجاه الدورة الدموية، بنمشي من تحت لفوق. العضلة دي هنا برضو، العضلة دي كده شد عليا، الناس اللي عندها عرق النسا بنمشي كده اهو. طبعا هتبدأي بدرجة بسيطة وبعد كده بتزودي السرعات من هنا، يعني ايه بتدوسي كده السرعة التانية السرعة التالتة. طب عايزة اقفله خالص، ادوس دوسة مطولة، يعني دوست كده دوسة مطولة خلاص ايه قفلته. يبقى السرعة الاولى التانية، هو في 5 6 سرعات، ببدأ بالسرعة الاولانية بمشي على العضلة من تحت لفوق المتشنجة، الناس اللي عندها عرق النسا. هاجي هنا برضو كده العضلة الأمامية اللي هنا، العضلة الأمامية، ونحاول ما نمشيهوش على عظم. يعني مثلا احنا هنا من قدام في عظمة، أنا مش همشيه على العظمة دي، أنا همشيه على السمانة، همشيه على السمانة، عضلة السمانة اللي من ورا. هاجي هنا كلنا عضلة الفخذ دي بتبقى فيها ألم خصوصا في الشتاء، هشغل كده، هنشغل كده وهمشي على العضلة الأمامية بتاعت ايه الفخاد دي وهمشي. انا بقى عايزة، لا ده انا ياسمين الكتاف بقى ووجع الكتاف، انا هقفل بس الصوت عشان ايه الصوت يبقى واصل لكم.
اهي بدوس دوسه مطوله كده، بفضل دايسه كده لحد ما يتقفل. لا ياسمين، ده انا الكتاف بقى وبين الكتاف والمنطقه دي حضرتك هتشغلي كده ونيجي هنا. لا استنوا بقى، ايه زي ما انتم شايفين معايا، هو بيجي فيه علبه كده، العلبه فيها الجهاز الاصلي، في الشحن اللي بنشحن بيه، وبعد كده كذا حاجه بنستخدمها. يعني دي هوريكم دي هنستخدمها ازاي، ودي كمان هوريها لكم هنستخدمها ازاي. بنستخدم لكل اجزاء الجسم، بنشدها كده وهنبدا ايه نركب الجزء ده. اوكي، الجزء ده بقى بنستخدمه ايه؟ عارفين العضلتين بتوع الظهر، يعني بنيجي هنا العضلتين بتوع الظهر كده هنشغل وهنمشي على الجزء بتاع الظهر. عايزه اقول لك بتفك بقى ساعات العضلات بتاعه الظهر دي بتبقى قفشه جدا، باجي من عند اسفل الظهر كده العصعصه وهمشي من تحت لفوق من تحت لفوق من 3 لخمس مرات كده، وقلنا من 3 لخمس دقائق نمشي كده من تحت لفوق. هاجي برضو عند عضلة الكتاف كده، الحتتين دول بقى بيعملوا اهتزازات، عايزة اقول لكم بيمشوا بيفكوا العضلة. هنمشي برضو ايه كده، هنمشي كده، هنيجي عند الحتة بتاعت الرقبة كده نشغل ونسيبها حبة كده، يعني ايه يفكلنا بقى المفاصل الترابيس اللي بايظة دي. اجرب لكم على نفسي، يعني انا مثلا اهي اشتغلت طول النهار امبارح، بقالي يومين بنضف في الشقه وعضلات ايدي، فهمشي كده من تحت لفوق من تحت لفوق من تحت لفوق، هبدا ان انا ايه احرك هيك من تحت لفوق من تحت لفوق كده، هتدلك لي كل ده. طبعا ده غير ايه المساج اليدوي اللي لسه هنتكلم عليه في اخر الفيديو. في بقى قطعه تانية حلوه قوي، القطعه دي برضو هنفك كده. القطعه دي بقى بتستخدم في ايه؟ ركزي معايا يا ست الكل. طبعا كلنا عارفين ان باطن القدم في زي نقاط لكل الجسم، يعني في مساج مخصوص لباطن القدم. بيقولك لو انت مثلا انا هحط لكم صوره هنا، القدم بتاعتنا كده كلها اجزاء لكل جسمنا، يعني لو عملتي الحته دي اكنك عندك مشاكل في الكبده عالجتيها، عندك مشاكل في المراره، عندك مشاكل في الطحال، فاهمين انتوا؟ فالجزئيه دي بقى بنمشي على باطن القدم، باجي كده على باطن القدم وابدا امشي على الاجزاء بتاعه باطن القدم، امشي على الصوابع بتاعه باطن القدم. دي بتدلك الرجلين حلو جدا، الناس اللي عندها الشوكه العظميه، ده التدليك ده بيعمل تنشيط للدوره الدمويه. الدوره الدمويه لما بتمشي بتضيع جزء كبير من الالتهاب، مع طبعا شرب الميه، شرب التلبينه والميه اللي بالشعير، فبتبقى حلوه جدا للالام اللي في باطن القدم. يلا بينا بقى نتكلم على الجزء المساج اليدوي. نتكلم على المساج اليدوي او المساج الزوجي اللي ممكن الزوجه تعمله للزوجه او الزوج يعمله للزوجه، بيفرق جدا في علاقتهم مع بعض. طبعا في رجاله اللي هم عندهم مقدره ان هم يروحوا يعملوا الكلام ده في سبا، طب انت ليه يعني تخليه يروح يعمل ده طالما انت ممكن تعمليه وتضربي عصفورين بحجر؟ ان انت تعملي له المساج فيحس باهتمامك بيه، ان انت لما تعملي له المساج دي هيقرب ما بينكم لو في مشاكل في مشاحنات، ممكن بعد المساج ده لو كان في مشكله ما بيننا كده نتكلم ونحاول اننا نصفيها مع بعض. وطبعا اكيد يعني عادي ان الزوج برده يعمل المساج ده، والاجانب بره المساج ده عندهم اساسي جدا، يعني اساسي ان الزوج لما يكون عنده رغبه في زوجته كده ان هو لما بيعمل لها المساج ده مقدمات من مقدمات العلاقه الزوجيه، يعني طرق من طرق المداعبه الغير مباشره. ما هو المساج ده برده فيه مداعبه ودلع واثاره لاماكن معينه. وبالنسبة للعرايس اللي بتبقى في بداية زواجها ومكسوفة ان هي يعني ايه تتكلم مع العريس او تقول له متطلباتها او ان هم يستكشفوا جسم بعض، ممكن عن طريق المساج ده ان هو بيبدأ العريس يستكشف الاماكن اللي مثيره في جسم مراته، وبرده الزوجه تستكشف ده، ولا انا بحب ده ما بحبش ده، المكان ده بيسرني، لا المكان ده مثلا بيضايقني، لا المكان ده انا بيزغزغني بقعد اضحك وبفصل خالص. فالحاجات دي كلها يا بنات مهمه ومش عيب، طالما ما بين الزوجين فهي مش عيب، مش عيب اننا نتعلم حاجه من الغرب او نتعلم حاجه اللي هي تفيدنا في تقويه العلاقه الحميمه والعلاقه الخاصه اللي ما بيننا. طبعا مش يعني ما بنعملهاش كل يوم ولا كل الوقت اللي احنا فاضيين فيه وحابين ان احنا نعمل الموضوع ده نعمله. طبعا انا شرحت قبل كده في فيديو المساج الزوجي ان لازم المساج هيتعمل بنوع من انواع الزيوت اللي هي اصلا
برضو مثيرة وبتحفز وبتعالج مشاكل البشرة، يعني هي من جميع النواحي. قلنا زيت لوز، زيت جوجوبا، زيت ورد، فل، لافندر. لافندر أساسي لأنه بيعمل على الاسترخاء. زيت الكافور حلو جدا للمفاصل، طبعا زيت الكافور بيبقى حلو قوي خصوصا لمفاصل الإيدين ومفاصل الرجلين. زيت الجنزبيل أو القرنفل هو زيت بيعمل حرارة في الجسم، بس طبعا الزيوت دي بتتحط نقط بسيطة، يعني أكبر كمية هيبقى زيت اللوز وزيت الجوجوبا وزيت اللافندر والفل والياسمين من الحاجات اللي هي العطرية اللي هتدي ريحة، ونحط كام نقطة كده من زيت الكافور أو زيت الجنزبيل، بيعمل على تسخين المنطقة اللي هنقوم بتدليكها، والتدليك هيبقى من أسفل إلى أعلى خصوصا للظهر وفقرات الرقبة. والفيديوهات متاحة في كل حتة، لو كتبتي طريقة مساج الظهر، طريقة مساج الرقبة، ونتعلم ونعيش مع بعض ونجرب مع بعض، كل الحاجات دي بتقرب ما بين الزوجين. زي ما قلت لكم المساج جن تقريبا سعره 500 جنيه، ممكن يبقى اقل من كده اكتر من كده. طبعا اكيد الصيني هيفرق لو اللي هو لو الماني او فرنسي او حاجة كده، لكن هو حلو جدا، بيتشحن عادي يعني بعد الشحن بتاعه ما يخلص حطيه اشحنيه زي الموبايل كده من الصبح ليه بالليل. قلنا بيستخدم من 3 ل 5 دقايق بس، ما تزوديش قوي التشغيل على العضلة عشان مش بدل ما تفك العضلة تقفش. ممكن طبعا في الاول لو انت بتعملي مساج او بتعملي جلسات علاج طبيعي في اي مركز برضو ايه تسأليهم، انا سألتهم قبل طبعا ايه ما اجيبه، والدكتور قال لي انصحك ان انت تجيبيه لان هو بيبقى مفيد قوي في البيت للناس اللي عايزة تعمل مرة في الاسبوع كده استرخاء لجسمها. وهتشوفوا معايا برضو هعمل لكم مقطع كده عن اللي هو تدليك برضو اللي هو باطن القدم، ويفضل باطن القدم قبل ما نعمل خطوة التدليك اننا نحط الرجلين في مية وملح. باطن القدم عبارة عن في آلاف من المسام اللي بتكون متفتحة لما بننقع رجلنا في مية وملح، بيشيل كمية طاقة سلبية وكمية سموم من الجسم. طبعا كلنا عارفين جدتنا زمان كان الزوج يجي من الشغل طول النهار تعبان، تحط له رجله في مية وملح، وانا مش شايفة في اي عيب خالص ان زوجك جاي تعبان وطول النهار واقف على رجليه انك تجيبي طبق وتحطي فيه مية وملح وتحطي رجلين زوجك فيه، ده من باب البر والإحسان، ولازم هيتردلك ولازم جوزك هيشيلك جوه عينيه وفوق راسه. يا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم، لايك وشير وسبسكرايب، اعملوا يا ستات شير لكل صاحباتكم، الدال على الخير كفاعلي، وشكرا ليك.